الرئيس السيسي يلتقي في أبو ظبي مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد لتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة. أمام اجتماع دعم عملية السلام، شكري يؤكد التزام مصر بالعمل على استئناف المحادثات المباشرة ويطالب إسرائيل بالتوقف عن الإجراءات الأحادية. مع تواصل عمليات البحث عن المفقودين، الأمم المتحدة تحذر من خطر انتشار الأمراض بعد الفيضانات بدرنا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور، قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة. وتستند تلك العلاقات إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها الزيارات المتبادلة والعلاقات الأخوية بين قيادات البلدين. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دوليا وإقليميا. وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأوضح المتحدث أنه تم أيضا استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فاستضافت الدورة السابقة COP27 بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنسانية. هذا وتتسم العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات تاريخية ونموذجية في كافة المسارات، حيث تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على الأخوة والصداقة بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم. المزيد والزميلة ليلى عمر. أهلا بكم. مصر والإمارات علاقة تاريخية ونموذجية في كافة المسارات، تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على الأخوة والصداقة بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن. يعود تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل عام 1971، والذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة وهي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد، واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الاستراتيجية منذ ذلك التاريخ.
تمتاز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وتتضافر جهود الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً وثيقاً بين الدولتين، وذلك تجاه القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية. فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية. أما على الصعيد الاقتصادي، فتمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، بينما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، فقد سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 69.5%، مسجلة 576.7 مليون دولار خلال هذه الفترة، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 19%، مسجلة 642.9 مليون دولار. أما على صعيد الاستثمارات، فتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية بمصر نحو 1250 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية، إلى جانب الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها. إذن هي علاقات راسخة وقوية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتعكس تكامل المواقف وانسجام التحركات ووحدة المصير والهدف تحقيقا لمصالح شعبي مصر والإمارات. ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع وافق المجلس على المخطط النهائي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأرمان بمحافظة الجيزة، حيث يراعي المشروع زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 فصيلا إلى 186 فصيلا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليا إلى 14 منطقة، والحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها عن 5000 شجرة. وخلال الاجتماع وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدد من طلبات تغيير استعمالات الأراضي إلى استعمال سكني، خاصة أنها تقع في مناطق سكنية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ترحيبه المستمر بأي مقترحات تسهم في دفع قطاع الصناعة. جاء ذلك خلال مناقشة مدبولي مع أعضاء غرفة الصناعات الغذائية مقترحاتهم لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير، حيث لفت مدبولي إلى أنه سيستكمل اجتماعاته مع باقي الغرف حتى تكون لديهم خريطة طريق واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. هذا وقد شهد الاجتماع عرض عدد من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات غذائية، إلى جانب التأكيد على ضرورة زيادة نسبة الزراعات من المحاصيل الزيتية حتى يتم التوسع في صناعة الزيوت. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة الجهود لتيسير وتحفيز الاستثمار لا سيما في المناطق الصناعية في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع. وخلال اجتماع لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أشار رئيس الوزراء لوجود مقترحات وطلبات من عدد من المستثمرين تتمثل في زيادة النسبة البنائية وزيادة الارتفاعات والتوسع في أراضي المطور الصناعي. ووجه مدبولي بالعمل على دراسة هذه الطلبات. هذا وكلف رئيس الوزراء رئيس هيئة التنمية الصناعية بسرعة الإعلان عن كل قواعد واشتراطات البناء وما يخص طلبات الارتفاعات ويخص غيرها من المناطق الصناعية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة. وخلال اجتماع لمناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية،
شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة وعلى رأسها القطن والذرة. كما تناول الاجتماع استعراض الكميات المزروعة والمنتجة من القطن بنوعيه وسبل تطوير البذرة وزيادة الرقعة الزراعية والبدائل المقترحة لزيادة الإنتاج ومدى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات زراعة القطن. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نظيره المجري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة في مصر والمجر. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد كريشتوف سولاي بوبروفنسكي وزير دفاع المجر والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع دولة المجر في ظل ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من تطور خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك مستقبليا. من جانبه أكد وزير الدفاع المجري حرص بلاده على دعم سبل التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير المجري والملحق العسكري لدولة المجر بالقاهرة. عقد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري وعضو الجهاز المستشار وائل الشيمي اجتماعا مع المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم لبحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية القادمة. كما جرى الاتفاق على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لذوي الهمم للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حقا وواجبا. أعلن حزب الشعب الديمقراطي وحزب المصريين عن دعمهما لترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. كما أعلن كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابة العامة للكيماويات ونقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن دعمهم لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة.
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتعايش المشترك في المنطقة. وخلال الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد شكري أن مصر ستظل ملتزمة بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تفاهمات تمهد الطريق لاستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن قضايا الوضع النهائي. وطالب شكري الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام، والبدء في استيفاء الالتزامات الصادرة عن مسار اجتماعات العقبة شرم الشيخ لبناء الزخم اللازم لاستئناف المحادثات. قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تضع نصب أعينها أولوية التركيز على التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. أكد شكري خلال ترأسه لوفد مصر المشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص ووضع معايير محددة للحد من الفقر بحلول عام 2027. يأتي اجتماعنا اليوم في لحظة فارقة لتصحيح المسار وتأكيد الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي تتزايد أهميته في ظل أزمات المتعاقبة التي نواجهها والتي عرقلت مسيرتنا لتحقيق أهداف التنمية، ووضعت العديد من مكتسباتنا على مدار السنوات الماضية في مهب الريح، وفرضت مقايضة صعبة على بلدنا النامية، كما أظهرت تلك الأزمات الخسور الشديد في البناء الاقتصادي الدولي والذي أدى لتفاقم الأزمة وتعقيدها وإطالة أمدها. فمعادلات النمو العالمي ما زالت منخفضة، والتضخم في ارتفاع، وتدفقات الاستثمار في تقلب، وأمن الغذاء والطاقة في تراجع، ومديونيات الدول النامية في تفاقم. فلا حديث يجدي حول تحقيق أهداف التنمية في ظل نظام مالي ونقدي عالمي هش وغير موات لمكافحة الفقر وتحقيق المساواة، وبما أدى للوصول فجوة التمويل إلى أكثر من 4 تريليون دولار سنويا. وخلال كلمته في القمة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يحتاج 500 مليار دولار لتحسين اقتصادات العديد من الدول النامية. وأضاف غوتيريش أن الملايين من الأشخاص حول العالم يعانون من الجوع، مشيرا إلى أن انعدام الأمن الاقتصادي يسبب معاناة للكثير من المجتمعات. ولفت غوتيريش إلى أن الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة لا يتم بالسرعة المطلوبة، لافتا إلى ضرورة توفير 400 مليون فرصة جديدة للعمل للشباب. We'll be right back.
أكد وزير الخارجية سامح شكري اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وخلال لقاء نظيره البريطاني جيمس كليفرلي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار شكري إلى اهتمام الحكومة أيضا بتعزيز الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية، وكذلك زيادة حجم محفظة التعاون الإنمائي البريطاني المخصصة لمصر بما يتناسب مع حجم العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد استعرض الوزيران مستجدات الملفات الإقليمية والدولية، حيث توافقا على أهمية استمرار العمل لدفع العلاقات الثنائية وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية في المنطقة. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وصلت إلى ميناء بورت السودان سفينة إمداد مصرية محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية مقدمة من عدد من الجهات، على رأسها الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجامعة العربية، لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً للأشقاء السودانيين. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وصلت إلى ميناء بورسودان بدولة السودان سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية من ميناء سفاجة بقاعدة البحر الأحمر البحرية، محمل عليها مئات من الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجامعة الدول العربية وجمعية الهلال المصري والسفارة السودانية بمصر، وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً بدولة السودان الشقيق. من جانبهم، أعرب المسؤولون عن تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعباً. هذا اليوم نستقبل واحدة من المساعدات من الإخوة والأشقاء في دولة مصر، وده ليس أول دعم وسند يجد السودان. في خلال أزمات سابقة وخلال أعمال سابقة تلقى السودان دعم وسند من الإخوة والأشقاء في مصر على المستويين، على مستوى المواطنين الموجودين داخل السودان وعلى مستوى كذلك المواطنين اللي بيلجأوا لمصر العربية بأعداد كبيرة في هذه الفترة. معظم المساعدات الطبية والصحية التي وصلت البلاد هي من خلال الأشقاء في دول الإقليم ومن بينهم مصر العربية. كذلك هنالك دور كبير جدا لعبته مصر مع السودان خلال هذه الفترة، وهي تحريك الدعومات العالمية عبر المنصات المختلفة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. نحن شاكرين لجمهورية مصر الحكومة والشعب ومانحين ومتعاونين ومنظمات. احنا سعداء اليوم باستقبالنا للإخوة الأشقاء جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الهلال الأحمر المصري، وفي معيتهم هذه الباخرة الضخمة التي تحمل أكثر من 200 طن من المواد الغذائية والطبية للشعب السوداني. ونحن في جمعية الهلال الأحمر السوداني سنتولى توزيع هذه المساعدات على 13 ولاية مختلفة في السودان من أجل مساعدة وإنقاذ الأرواح التي تحتاج لمساعدة في الشعب في السودان. بداية نتوجه بالشكر والتقدير لإخواننا وشقائنا في مصر، خاصة السلطات المصرية، وأيضا توجه بالشكر لإخواننا أيضا في الهلال الأحمر المصري على جهودهم التنسيق وتشاور في إيصال هذه المساعدات بحمولة 190 طن مقدمة بدولة الكويت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو. وشكر موصول لإخواننا في الهلال الأحمر السوداني على توصيل إيصال هذه المساعدات ومتابعتها على الأرض لتوزيعها على أخواننا المحتاجين في السودان. يأتي ذلك انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات.
هذا وتتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين في مدينة ديرنا على سواحل شرق ليبيا الذين فقد أثرهم جراء كارثة أثار دانيال. وأعلنت الصحة الليبية أن الفيضانات تسببت حتى الآن في مصرع 3283 شخصا، إلا أن منظمات إنسانية دولية حذرت من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير. بعد أسبوع على الفيضانات المدمرة التي حصدت آلاف القتلى في مدينة ديرنا على سواحل شرق ليبيا، تتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين جراء الكارثة. كل المشاهد في المدينة التي كانت تضم أكثر من 100,000 نسمة تروي أن كارثة مرت من هنا. جسور مهدمة، سيارات وشاحنات محطمة، أعمدة كهرباء وأشجار مقتلعة من جذورها، والطين امتزج بمياه البحر الذي بات لونه بنياً. مصادر ليبية أكدت في حصيلة حديثة لها ارتفاع القتلى لأكثر من 3,250 قتيلا، في حين حذرت منظمات إنسانية دولية من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير والذي يقدر بالألاف. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي دعا خلال زيارته لديرنا إلى مزيد من المساعدات لليبيا، مشددا على أن هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها وتتجاوز السياسة والحدود. وإزاء جسامة الكارثة، يبقى الدعم الإقليمي والدولي من أشقاء ليبيا وأصدقائها علامة فارقة، حيث تتواصل حركة الطائرات التي تحط في مطار بنينة في بنغازي كبرى مدن الشرق الليبي، ناقلة فرق إغاثة ومساعدات من منظمات إقليمية ودولية. بدورها حذرت الأمم المتحدة من أن مدينة ديرنا الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلفت آلاف الضحايا تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى أزمة ثانية مدمرة على حد وصفها. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المتضررين الذين بات 30,000 منهم بلا مأوى بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية في ظل تزايد خطر الإصابة بالكوليرا والجفاف وسوء التغذية. وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن فرقا من 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية لتقديم مساعدات ودعم المتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. كييف تخترق خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت، وموسكو تستهدف مستودعات مخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنظم. في الملف الروسي الأوكراني، طلبت روسيا محكمة العدل الدولية في لاهاي بإسقاط دعوى أوكرانية ترتبط بمزاعم إبادة جماعية. ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام فقط من بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير العام الماضي، حيث أعلنت كييف أن روسيا تنتهك القانون الدولي بزعمها أن العملية العسكرية كانت مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا. أعلنت أوكرانيا اختراق خط الدفاع الروسي بالقرب من بخموت. يأتي ذلك بعدما استعادت أوكرانيا قريتي إندرافكا وكلاشفكا في شرق البلاد في الآونة الأخيرة، حيث أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أنها استعادت من القوات الروسية ما يقدر بسبعة كيلومترات مربعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف منذ أشهر. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية مكثفة استهدفت مستودعات لصواريخ ستورم شادو البريطانية، وكذلك مخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في أوكرانيا. وأضافت الوزارة في بيان أن القوات الروسية تصدت خلال 24 ساعة الماضية لهجومين شنتهما قوات كييف في اتجاه كراسنوليمان،
كذلك قصفت القوات الروسية 4 نقاط مراقبة تابعة لقوات كييف ودمرت مستودع ذخيرة في مناطق تابعة لجمهورية دونسك الشعبية. أعلنت ألمانيا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو. وأوضح وزير الدفاع الألماني أن برلين ستزود كييف بذخائر إضافية مختلفة، بما في ذلك صواريخ ألغام، إضافة إلى خطط لإرسال الملابس ومولدات الكهرباء والحرارة لفصل الشتاء القادم. ولكن لم تتخذ برلين قرارا بشأن إرسال صواريخ كروز من طراز تروس. أطلقت روسيا صواريخ كروز على أهداف افتراضية في منطقة بحرية تفصلها عن ألاسكا، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن هذا يأتي ضمن تدريب على حماية مسارها للشحن البحري عبر القطب الشمالي، مضيفة أن التدريبات شملت إطلاق صواريخ من البر ومن السفن والغواصات، وجرت بمشاركة نحو 10,000 جندي إضافة إلى الطائرات. اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن التعاون بين موسكو وبكين مهم للغاية من أجل عالم متوازن وعادل. وخلال استقباله نظيره الصيني وانغ يي، أكد لافروف عزم روسيا والصين على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين. من جهته أوضح وزير الخارجية الصيني أن التعاون مع روسيا يعزز جهود مواجهة الهيمنة على المسرح الدولي، مضيفا أن التعاون الصيني الروسي غير موجه ضد أي طرف خارجي. قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن بلاده ستساعد إيطاليا في الحفاظ على حدودها لمنع تدفق الأعداد القياسية للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا. وأضاف دارمانين أن فرنسا لا تخطط لاستقبال المهاجرين حتى إذا كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد طالبت من الدول الأوروبية إظهار التضامن. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة في أعلى رقم خلال الأونة الأخيرة. وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أن ما وصفته بالمضايقات العسكرية المستمرة لبكين يمكن أن تؤدي إلى تصاعد حاد في التوتر وتدهور الأمن الإقليمي، داعية الصين إلى الوقوف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية على حد تعبيرها. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن توصيل الأغذية والأدوية الضرورية إلى إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه عبر طريقين بصورة متزامنة. وأوضحت لجنة الصليب الأحمر أنها أرسلت شاحنات عبر ممر لاتشين الذي يصل أرمينيا بالجيب الجبلي من الجنوب الغربي، وعبر طريق أقدام من أراضٍ تسيطر عليها أذربيجان باتجاه الشمال الشرقي. تواصل الدولة جهودها لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة. وبهدف مضاعفة رقعة المعمور لخلق مجتمعات متكاملة في سيناء، قامت الدولة بإنشاء وتطوير 6 مدن جديدة، بالإضافة إلى تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة بنسبة 89.3% عام 2023. لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، تواصل الدولة جهودها حيث يجرى إنشاء وتطوير 6 مدن من أبرزها الإسماعيلية الجديدة على مساحة 82,000 فدان، ومدينة سلام مصر في شرق بورسعيد على مساحة 22,000 فدان، فضلا عن مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 فدان.
فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، تم تنفيذ 131.6 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 54.5 وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، بجانب إقامة التجمعات التنموية، حيث تم إنشاء 4338 بيتا بدويا، علاوة على إنشاء 18 تجمعا تنمويا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جاري إنشاؤها. في إطار مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تم زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة لتسجل 89.3% عام 2023 مقابل 84.4% عام 2014، في حين تم تنفيذ 45 مشروعا لمياه الشرب بطاقة 478,000 متر مكعب في اليوم الواحد. كما تم تنفيذ 30 محطة تحلية مياه بحر ليبلغ العدد الإجمالي 45 محطة عام 2023 مقابل 15 محطة في عام 2014. التنمية العمرانية في سيناء تهدف إلى مضاعفة رقعة المعمور لخلق مجتمعات متكاملة تحمل مشعل التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء. أنشأت الدولة شبكة طرق عملاقة لربط سيناء بالوادي والدلتا. هذه الشبكة تعد بمثابة شرايين للتنمية من أجل تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة وموانيها لتصبح مكانا أكثر جذبا للإقامة والعمل. جهود حثيثة تبذلها الدولة لإنشاء شبكة طرق عملاقة لربط سيناء بالوادي والدلتا، هي بمثابة شرايين لتنمية من أجل تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانئها لتصبح مكاناً أكثر جذباً للإقامة والعمل. جهود التنمية بسيناء شملت تنفيذ ورفع كفاءة 5000 كيلومترا من الطرق والأنفاق حتى نهاية 2022، من بينهم 231 كيلومتراً لطريق النفق رأس النقب و210 كيلومترات لمحور 30 يونيو الموازي لقناة السويس. رؤية متكاملة لربط سيناء تم تدعيمها بمجموعة من الأنفاق والكباري، حيث تم إنشاء 7 كباري عائمة أعلى القناة بتكلفة تقدر ب 990 مليون جنيه، وتم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة تقدر ب 35 مليار جنيه، ليزيد عددها إلى 6 أنفاق عام 2023 مقارنة بنفق واحد عام 2014. وبالنسبة لمشروعات الموانئ البحرية والجافة، فإنه تم وجاري تطوير 8 موانئ بحرية، منها ميناء نويبع بتكلفة تقدر ب 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة تقدر ب 10 مليارات جنيه، وميناء السخنة بتكلفة تقدر ب 45 مليار جنيه، بجانب إنشاء وتطوير 3 موانئ برية، وهي طاب البري ورفح البري والعوج البري، بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون جنيه. وعن مشروعات السكك الحديدية، فإنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكة الحديد الفردان بئر العبد العريش رفح بطول 226 كيلومتراً. مشروعات قطاع النقل تهدف إلى ربط سيناء بباقي أقاليم الدولة، كما أنها تنشئ محاور تنمية وممرات لوجستية بطول البلاد وعرضها بهدف تحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي. أعرب رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد عن سعادته بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي. أضاف بن زايد في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي أن العلاقات الإماراتية المصرية تاريخية وراسخة تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة، مشيرا إلى أن الإمارات حريصة دائما على التشاور مع أشقائها.
عقد قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وإدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب اجتماعاً للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي. يأتي هذا في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي انعقدت بالرباط خلال شهر يونيو الماضي. هذا الاجتماع مخصص لتدارس أعمال لجنة التميز الإعلامي العربي، طبعا في إطار تنفيذ قرار الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي يعني إثراء النظام الأساسي لهذه الجائزة بما يجعلها أكثر إشاعا وتأثيرا وتميزا وإلهاما للجسم الإعلامي العربي. وبالتالي فالهدف الأساسي هو مراجعة النظام لهذه الجائزة بإدخال فئات جديدة بما في ذلك مثلا العمل الوكالي، وكذلك مراعاة التنوع المجتمعي وبصفة خاصة الاهتمام بقضايا النساء والشباب والقضايا الشمولية التي تهم منطقتنا العربية. هذه الجائزة هي من أهم أهدافها تشجيع وتحفيز وسائل الإعلام والإعلاميين على ما قدموا وما سوف يقدمون في المستقبل لما في خدمة للمجتمع العربي والمتلقي العربي. انطلقت فعاليات الحوار الإقليمي رافعة المستوى حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، والذي تنظمه منظمة المرأة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف الحوار إلى رسم خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، وذلك من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للتغلب على العقبات التي تحول دون المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة. بالنسبة لنا هذا اللقاء التشاوري هو محطة مهمة جدا، لأنها تأتي بعد جهود عديدة من كل الجهات التي تلتقي اليوم، إن كانت الجهات الوطنية أو الجهات الإقليمية أو الجهات الأممية، نلتقي اليوم للتشاور حول ما توصلنا إليه. وبالتالي عندما سنستعرض التقييم والتحديات والعثرات، نحن نراهن على أنه سيكون لدينا رؤية أوضح لما يجب أن تكون عليه سياساتنا في المرحلة المقبلة، وإن شاء الله يتم وضع خريطة الطريق للمرحلة المقبلة. مصر وصلت إلى نسب متميزة وتعدت النسبة المتوسط العالمي. احنا مصر عندنا تقريبا 28% من السيدات في البرلمان، نحلم طبعا أن نكون تصل النسبة إلى أعلى من هذا كل مرة. تواجد المرأة في البرلمان كأداة تشريعية مهم في مستقبل الدول، وبتضع هي خطتها وتضع أحلامها من نقل من خطة أو سياسة إلى تشريع لحماية حقوق المرأة في بصفة عامة. سعيد بحدوث هذه الفاعلية في مصر لتعزيز مشاركة المرأة السياسية في العديد من المجالات، سواء الحكومية أو في البرلمان أو المؤسسات المختلفة، فنحن نتطلع لنتائج الحوار الإقليمي، كما أنني سعيد بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة المرأة العربية في مؤتمر اليوم. فالدستور المصري يضمن حق المرأة في تولي المناصب العامة والإدارية العليا والتعيين في السلطات والهيئات القضائية. بحث محافظ الدقهلية مع مسؤولي مبادرة حياة كريمة بوزارة التخطيط منسقي مبادرة القرية الخضراء، بحث تنفيذ فعاليات مبادرة القرية الخضراء التي أطلقتها وزارة التخطيط. تستهدف المبادرة تأهيل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية. هذا وقد أكد منسق المبادرة أنه تم تحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها، على أن تعمم على 175 قرية من قرى حياة كريمة خلال الفترة القادمة.
استقبلت جامعة برج العرب التكنولوجية ممثلي مؤسسة حياة كريمة لعرض تجربة البرنامج التدريبي فاليو ووضع الخطة المستقبلية للتعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة لتدريب الطلاب. وأكد جميع الأطراف على أهمية التعاون والتنسيق في مجال التدريب المهني والتطبيقات الفنية في مجال الصناعات التكنولوجية، بالإضافة إلى دمج طلاب المراحل العلمية المختلفة في سوق العمل المرتبط بمجال دراستهم لتوسيع رؤيتهم العملية والتطبيقية والفنية حول النمو التكنولوجي لمجالات الصناعة والطاقة والعلوم الصحية والمشاركة الاجتماعية التي تعمل على النمو الفكري والاقتصادي لدى الطلاب. شهدت قافلة جامعة طنطا التي نظمتها الجامعة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة في قرية سجين التابعة لمركز قطور، شهدت توقيع الكشف الطبي على 1456 مواطنا وصرف العلاج بالمجان للمرضى. شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وكذلك تحويل 95 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار المال والأعمال ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. بلغ المتوسط اليومي لإنتاج النفط من حقل ظهر من الغاز الطبيعي في عام 2022-2023 ما يقرب من 2.4 مليار قدم مكعب ونحو 3700 برميل يومياً من المتكثفات. هذا وتخطط الحكومة لدخول البئر العشرين لإنتاج في نهاية أكتوبر القادم كجزء من الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج. يأتي ذلك وسط فرص واعدة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف. انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس للتأمين وإعادة التأمين في مدينة شرم الشيخ. يشهد هذا المؤتمر مشاركة نحو 1000 شخص من قادة صناعة التأمين في كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية، بالإضافة إلى عدد من قيادات السوق القائمين على صناعة التأمين في مصر. الاتحاد المصري للتأمين سيدعم 40 طالب لتلقي العلوم الإلكترونية لزيادة عدد خريجي الإلكترونيين في مصر. هيكون عندنا إن شاء الله كل سنة 40 طالب بندعمهم دعم كامل، مصاريف كاملة بندفعها احنا كاتحاد، وتم توقيع البروتوكول مع جامعة القاهرة على هذا الأساس. عندنا زي ما قلت خمس محاور، هنتكلم على التأمين الصحي الشامل، هنتكلم عن مساهمة القطاع الخاص فيها، هنتكلم عن ازاي الدول التانية نجحت في تحقيق هذه الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص سواء إقليميا أو عالميا. حقيقة انعقاد هذا المؤتمر على التوالي خلال خمس سنوات جعله أحد المؤتمرات المشهود لها بالسمعة الطيبة في أسواق التأمين وإعادة التأمين. هي المؤتمرات ليست هذه المؤتمرات ليست للندوات العلمية فقط، ولكنها تتضمن هي أسواق عبارة عن سوق لتلاقي شركات التأمين مع معيد التأمين العالميين. طبعا ده انتشار قوي جدا لقطاع التأمين وبيعمل رواج للصناعة في السوق المصري في السوق العربي كمان في السوق الدولي، بيأتراكت كتير جدا جدا من شركات إعادة التأمين الخاصة اللي هي بتبقى ويلنج انها تتعامل في السوق المصري عشان الاختراق عندنا مش كتير قوي، وكمان بيحاول يوصل بشكل أعلى من كده. إلى أخبار البورصة المصرية، حيث أنهت التعاملات اليوم وجلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب. في
فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات كلية تجاوزت 2.4 مليار جنيه. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ما قيمته 9 مليارات جنيه. أما بالنسبة لمؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 42% ليغلق عند مستوى 19751 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بما نسبته 94% ليصل ويحقق ما قيمته 3890 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بما نسبته 73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة. في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط اليوم مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج بالإضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين أكبر مستورد عالمي للخام. هذا وزادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 94 دولار و37 سنتا للبرميل. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2% لتصل وتحقق ما قيمته 91 دولار و92 سنتا للبرميل. أما بالنسبة لأسعار المازوت عالميا فقد انخفضت بما نسبته 44% لتصل وتحقق ما قيمته 3.29 دولار للتر. هذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 23% لتسجل ما قيمته 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفضت صادرات السعودية من النفط الخام في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، وانخفضت صادرات أكبر مصدر للنفط في العالم إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً متراجعاً ب 11.6% عن كميات الشهر السابق لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو من عام 2022. هذا وخفضت السعودية من إنتاجها بشكل كبير في يوليو وهو أكبر تخفيض منذ سنوات، علاوة على اتفاق تحالف أوبك بلس الأوسع على الحد من الإمدادات حتى العام القادم 2024. أعلنت روسيا والصين أنهما ستبنيان مجمعاً لشحن النفط بقيمة 686 مليون دولار في أقصى شرق روسيا. سيسهل هذا المجمع من تصدير النفط الروسي إلى الصين في ظل توسع موسكو في بنيتها التحتية لتنويع صادرات السلع صوب الشرق وبعيداً عن أوروبا. انتهت هذه الوقفة مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع هبة ويوسف. أشكرك مصطفى. عادت حرائق الغابات بالقرب من بلدة بيروا في ولاية كوينزلاند الأسترالية إلى التنامي مرة أخرى. وأظهرت لقطات من الجو بثتها وسائل إعلام محلية ألسنة لهب المشتعلة بجوار المنازل. هذا وقامت مروحيتان لمكافحة الحرائق بالاشتراك في محاولة لإطفاء الحريق قبل امتداده لمساحات شاسعة. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. مصطفى ميزان مرة أخرى وأخبار المنافسات المختلفة. شكرا من جديد هبة حسين وشكرا يوسف عبدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطة الثانية، نستعرض في أحوال الكرة والملاعب وعالم الساحرة المستديرة. فاز طلائع الجيش على ضيف البنك الأهلي بهدفين دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الأولى من الدوري الممتاز. وهدف أصحاب الأرض حمل توقيع كل من يسري وحيد وعبد الرحمن شيكا ليحصد طلائع الجيش أول 3 نقاط له في الدوري الممتاز، بينما بقي البنك الأهلي بلا رصيد من النقاط. يلتقي الأهلي غدا مع المصري البورسعيدي على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري الممتاز. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل الإسماعيلي ضيفا على زد اف سي على استاد القاهرة الدولي.
تنطلق غدا أيضا مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. وفي أبرز مواجهات الغد يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق سيرفينا زيد، وأيضا يلتقي برشلونة الأسباني مع ريال أنتريوب البلجيكي، ويحل بروسيا دورتموند الألماني ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي، في حين يواجه ميلان الإيطالي فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. ذكرت تقارير صحفية أن المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي حضر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في ملعب سانتياغو برنابيو من أجل إقناع صانع ألعاب ريال مدريد إبراهيم دياز للعب لصالح المغرب. أوضحت صحيفة آس الأسبانية أن الركراكي يأمل في النجاح في مهمة إقناع دياز للعب للمغرب لضمه في القائمة التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في الفترة من 13 يناير من العام القادم 2024 وحتى 11 فبراير في كوت ديفوار. يلاقي منتخب المغرب منافسه من الجانب الأسباني بسبب إمكانية مشاركة دياز مع منتخب إسبانيا. انتهت هذه الجولة الرياضية، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة، ونعود فيها من جديد لاستكمال أخبارها مع يوسف وهبة. شكرا لك مصطفى. عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث التقى السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار. أوضح المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28، والذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنسانية. الآن مع أخبار الطقس. نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد يوسف. شكرا هبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطة الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة والمتوقع غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 24، والجو فيه حار. الإسكندرية 30-24، الجو فيه أيضا حار. مطروح 29-22، والجو فيها مائل للحرارة. في بورسعيد 31-24،
والجو فيها حار، وفي الإسماعيلية 33-23 الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 32 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة والجو فيها حار. في العريش 31-22 والجو حار. في طابة 33-25 الجو أيضا حار. في شرم الشيخ 38-27 والجو حار. في الغردقة 37-26 والجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 39 درجة والصغرى 23 والجو فيها حار. في أسوان 40-26 الجو حار. في الوادي الجديد 38-20 الجو فيها حار. في شلاتين 36-26 الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 32-28 والجو فيها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى هذه اللقطة أو هذه اللقطات الأبرز في هذا اليوم.大家来到谦恭课堂，我是航天员朱阳树，我是航天员桂海桥，让我们一起开始这一场探索之旅吧，让我们带领大家走进新疆。 انتهت أخبار التاسعة، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يلتقي في أبوظبي نظيره الإماراتي ويتوافقان على مواصلة الجهد المشترك لتسوية أزمات المنطقة. أمام اجتماع دعم عملية السلام، شكري يؤكد التزام مصر بالعمل على استئناف المحادثات المباشرة ويطالب إسرائيل بالتوقف عن الإجراءات الأحادية. مع تواصل عمليات البحث عن المفقودين، الأمم المتحدة تحذر من خطر انتشار الأمراض بعد الفيضانات بدرنا.